الهرم الأكبر واللي دايما بنشوفه أكبر هرم بين الأهرامات الثلاثة والموجود في الوسط واللي عليه كسوة من الحجر الجيري ده هرم خفرع وليس هرم خوفو، واللي بيظهر دايما إنه أعلى هرم بين الأهرامات الثلاثة، لكن في الحقيقة هو أقل ارتفاع من هرم خوفو الهرم الأكبر. والوضع اللي بتظهر فيه الأهرامات الثلاثة زي ما احنا شايفين بسبب إن الملك خفرع حب يبني هرم أعلى من هرم والده الملك خوفو، لكنه احتراما لعظمة وجلالة الملك خوفو ما يصحش يعمل كده، لأنه ده بيبقى تعدي على احترام الأب. ففكر الملك خفرع مع مهندسيه في بناء هرم أعلى من هرم أبيه الملك خوفو، وفي نفس الوقت يكون ارتفاعه الحقيقي أصغر من هرم خوفو. وجات الفكرة من هنا إنه يتم تأسيس هرم خفرع على منطقة أعلى من الأرض زي هضبة صغيرة من المنطقة اللي تم تأسيس عليها هرم خوفو الأكبر. وهرم خفرع ارتفاعه الحقيقي 136 متر ونص، وتم بناؤه على مربع طول ضلعه 215 متر. ومن هنا يتضح إن الفرق في ارتفاع قمة هرم خفرع عن قمة هرم خوفو هو الفرق في منسوب التأسيس اللي تم بناء عليه هرم خفرع مقارنة بهرم خوفو.